قال كان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه خفض من صوته، خفض من صوته وتكلم رويدا، يتكلم بصوت منخفض أمام أمه، والسبب يخشى على نفسه أن يرفع صوته فوق صوت أمه. وهذا إخواني في الله يحدث كثيرا. متى؟ عندما تصاب الأم أو الأب بما يسمى بالخرف في الشرع وعند العرب، وبما يسمى بلغة العصر بالزهايمر، فيصبح الأب يؤذي الابن ويؤذي، والأم تؤذي الابن أو البنت. فإذا تكلم هذا بصوته المعتاد فإنه مهما تمالك نفسه سيثور. فالحل أن تتكلم معهما بصوت منخفض وهما فاقدان لعقلهما. فهذا ما يعينك على برهما، بأن لا ترفع صوتك فوق صوتهما. فمثلا إذا ابتليا بلبس الحفاظات وأصبحا يخرجان على هذه الحفاظة وتحتاج إلى أن تغير لأبيك هذه الحفاظة المليئة بالبراز وأنت تغير له، بدل أن يشكرك بسبب فقدان عقله فإذا به يشتمك أو يبول عليك أو يرفع صوته فيك، فما الحل؟ أن تخفض صوتك حتى لا يتسبب عندك ردة فعل فترفع صوتك عليه. فهذا صنيع محمد بن سيرين، كان لا يتكلم مع والديه إلا بصوت منخفض حتى يكاد الأب أو الأم لا يسمعوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال استسقت أم مسعر منه ماء في الليل من ابنها. كيف ستسقي أمك وأنت تعيش بعيدا عنها يا أخي؟ جزاك الله أخي، أخذت مرتك وطلعت. بعض الجهلة يتزوج ويسكن بعيدا عن أمه وأبيه، ثم منهم من يبقي الأخ الصغير عند أمه وأبيه. هذا الجاهل ترك لهذا الصغير الجنة وذهب ليفرح مع زوجته في بيته المنفصل بعيدا عنهما، يحتاج إلى مسافات. كيف ستبر والديك وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندك؟ أما أن تقول والله أنا أبر والدي وأنت تعيش منفصلا عنهما، لا، بل تنافس على أن تعيش عند أمك. قال قلت لها تيجي تعيش عندي ورفضت. يا أخي ما أنت روح عيش عندها، أنت نام عندها، أنت ظلك عند رجلها. احتاجت إلى شيء في الليل فكيف ستعطيهما؟ هذا حال أم مسعر. قال استسقت أم مسعر منه ماء في الليل فقام فجاءها به وقد نامت، طلبت الماء. يا بني ماء، الماء مش زي أيامنا هي المي على طول. بسم الله.
زمان ما فيش. سيخرج إلى القربة ويدليها ويعبئ ويأتي و... يعني فيها فترة زمنية، أو تكون في قربة أو شن معلقة أو إلها صور عند العرب أو غير العرب، الناس كلهم كانوا تحتاج إلى وقت. فذهب فأتها بالماء، استغرق وقتا ولم يتأخر، هو مسرع وتأخر، لم يتأخر عليها وإنما استغرقت وقتا، فهذا هو التأخر. فقام فجاءها به وقد نامت، وكره أن يذهب. طب أروح أصحيها؟ صار بين أمرين، وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده، وكره أن يوقظها. أروح أنام تعبان، أنا تعبان، أنا نايم متفجرات نعسان، وفي نفس الوقت أخشى إيش؟ أن تطلب فلا تجدني. طب أوقظها؟ إياك تزعج أباك أو أمك في النوم، هذا أذى كبير. فلم يزل قائما والإناء معه حتى أصبح. فعندما جاء الصباح استيقظ. ناس تريد الجنة يا جماعة،